احنا معانا الدكتور اشرف شعلان رئيس المركز القومي للبحوث. يا دكتور اشرف اهلا بيك. اهلا يا فندم استاذ هيثم، صباح الخير. صباح الفل على حضرتك. قبل ما ابدا كلام وقبل ما ابدا سؤالي لحضرتك يا دكتور اشرف، اعيد على حضرتك اللي انا قلته من شويه. انا كنت دايما ببقى متحفظ في الحديث عن اي علاجات، في الحديث عن اي ادويه، في الحديث عن اي اشياء لها علاقه بالصحه من يوم الواقعه اللي مش لطيفه اللي كانت حصلت لنا من فتره طويله دي، اللي اكتشفنا انها في النهايه اي كلام في اي كلام. لكن الامل او الكلام لما يصدر من مؤسسه كبيره زي اللي احنا بنتكلم عليها المركز القومي للبحوث، الكلام لما يبقى مرتبط بتجارب وابحاث ونتائج ونسب معينه وتوقيتات وكلام كبير قوي زي ده، لازم نسمع حضراتكم ولازم يعني نتوقع ان انتم تبعثوا فينا الامل. يا دكتور اشرف، يعني اخر ما توصلتوا اليه في ابحاثكم في المركز في هذا الشان وهو علاج مرض السرطان؟ احنا شغالين في هذا البحث بقالنا 8 سنين تقريبا. البحث ابتدى على مراحل تجارب الفئران على نوعين من الفئران. النتائج الاوليه كانت مبشره جدا بالنسبه للفئران. في 2014 ابتدينا نتجه الى الحيوانات الكبيره نسبيا، القطط والكلاب، عشان ندرس تاثير العلاج عليه. النتائج أكثر من رائعة. انتقلنا السنة اللي فاتت إلى علاج الحيوانات أكبر وهي الحصنة، برضو النتائج مبهرة. مبهرة مبهرة الحمد لله. يعني مبهرة دي يعني أكبر بكتير قوي من جيدة، وأكبر بكتير قوي من ممتازة، وأكبر بكتير قوي من رائعة. بنتكلم على مرحلة أكبر من ده كله. بالضبط بالضبط. احنا الاورام السرطانيه يعني في الحيوانات التجارب كلها يعني نسبه النجاح 87% تقريبا. الاورام التضحيه استجابت بنسبه يعني قرب ال 100%. العلاج غير مكلف. العلاج زمنه لا يتعدى الشهر، غير مؤلم، كل حاجه فيه مبشره جدا جدا جدا. طيب فاحنا يعني كان من خلال احتفالياتنا بالعيد الستيني للمركز الاسبوع الحالي اعلنا امبارح هذا الكلام. طيب اسمح لي اسالك، ويعني انا عارف الاساتذه والعلماء والدكاتره ممكن يعني الكلام بالنسبه لهم العلمي بيبقى صعب شويه، فانا يعني هستسمحك ان انت يعني تلتزم اقصى درجات التبسيط وتقول لنا يا دكتور قصة جزيئات الذهب دي ايه هي للي ما يعرفهاش؟ يعني ايه بنعالج بجزيئات الذهب؟ وبعد كده بتقول لي ان العلاج مش هيبقى غالي، هيبقى رخيص، يعني ايه؟ يعني ايه الفكرة العلمية للتجربة ديت؟ ان جزيئات الذهب في الحجم العادي بتاعها ليها خواص، ولكن حينما نقلل هذا الحجم لحجم النانو متر، وده اصغر حجم، صغير جدا يعني، الخواص بتاع جزيئات الذهب بتختلف. لقينا ان هذه الجزيئات في حجم النانو متر اللي هو حوالي 70 نانو، لو حقناه في الجزء المصاب بالامراض السرطانيه، الخلايا دي الخلايا بتاع السرطان بس هي اللي بتستقبل جزيئات الذهب، والخلايا العاديه لا تستقبله. في الحالة دي الجزيئات الذهب بقت على سطح الخلية السرطانية فقط. ثم بيتم تعريض الجزء المصاب إلى أشعة الليزر. أشعة الليزر ممكن تخترق لغاية من 10 ل 15 سنتي من سطح الجلد. بتسخن جزيئات الذهب اللي لازقة على سطح الخلية السرطانية، وده بيؤدي إلى ارتفاع درجة الحرارة إلى 42-43 درجة، والحرارة ديت بتؤدي إلى موت الخلية السرطانية. ففي الحالة ديت أنا بنقي الخلية السرطانية أموتها، والخلية الغير سرطانية موجودة جنبها ما حصلهاش أي حاجة. تمام. لا لا يعني تعريف بسيط وشرح بسيط جدا يا دكتور أشرف. طيب خليني أسأل حضرتك، إيه الخطوات اللي بعد كده؟ يعني كل بحث، كل تجارب بيبقى في خطوة متوقعة قريبا، بيبقى في مدى زمني ممكن يكون متوقع للوصول إلى الإنجاز القادم أو الخطوة القادمة؟ احنا مستمرين في التجارب بتاعتنا لزيادة المعرفة
عن هذا الأمر، ولكن بنقول إن يعني قد يبدأ التجارب الإكلينيكية في فترة قريبة إن شاء الله، وده اللي احنا شغالين عليه دلوقتي. شكرك، شكرا جزيلا دكتور أشرف شعلان. شكرا جزيلا. رئيس المركز القومي للبحوث، شكرا جزيلا لحضرتك، خبر مباشر.